وما من نبتة نابتة إلا فيها حكمة ثابتة. كي تجيك عبد يقول لك راني بريت راني كذا، حس روحي معناتها نخدم في حاجة عظيمة وحاجة كبيرة. شبابنا رجع للتداوي بالأعشاب الطبيعية ولقاو فيها نتيجة. مرحبا بكم، فتحي بن موسى، نتعاطى في مهنة بيع نباتات الطبية اللي هي راجعة بالخير وبالمنفعة على الناس الكل. اللي يكون متوجع يبرى. في الدومان هذايا عندي فوق 45 سنة، اخترناه الدومان هذايا على جدودنا، وحاجة عندها تاريخ كبير أكثر من 5000 سنة تغرمت بها وخليلة برشا. أنا بديت نخدم مع بابا ملي أنا صغير، بديت من الأول نعاون فيه، هكاك بشوية بشوية تغرمت حب العباد لينا. كي تجيك عبد يقول لك راني بريت راني كذا، نحب الخدمة متاعي ونحس روحي معناتها نخدم في حاجة عظيمة وحاجة كبيرة. هو الطب هذا الحديث القديم من عهد سيدنا موسى، حتى وصلوا للطب النبوي، حتى وصلوا للطوى، ولا وهي يسميوها الفيتوثيرابي الميوباتي أو التداوي بالأعشاب اللي مستحفظين عليه برشا في العالم، وعودوا رجعوا له العالم الكل. هي الصين الشعبية، وطوى رجع العالم الحديث للأشياء هذية. والعمل هذا حساس معناتها، مش اللي يجي باش يعطيك عشبة باش تاخذ فيها دواء، خاطر احنا تعلمناها وقريناها وكذا. فما دوزاج معين، فما اوقات معينة، فما نباتات راهم ما يتشربوش على الخوي، فما نباتات فما دوزة معينة. ولهنا فما عرف متاع النباتات، فما نباتات سامة وفما نباتات نافعة، وفما نباتات السامة اللي يحصل استعمالها العبد وهي تولي نافعة مع السامة. هذا علم قارينه نحن وماخذين فيه شهيد وقارين الكتبة، والحمد لله 45 سنة كان فما أي مخلفات في هالعلم هذه أو في الصنعة هذايا ما يسكتوش العباد، يقول لك راهو هذايا اللي عملته ما نجحت. فما زاد نباتات جدد ما كنتش نعرفهم، تعلمتهم في لي فورماسيون، كيما عشبة الأشواغاندا مثلا، تهدي الأعصاب، قوي المناعة متاع البدن، تساعد في النوم، كيما مثلا عشبة الماكا، كيما الشيلاجيت. هذايا مكمل غذائي طبيعي يجينا من جبال الهيمالايا، يطيح الكورتيزون اللي في البدن، يهدي الأعصاب، يساعد في التركيز. فما عنا حبوب اللقاح، طلع النخيل وغذاء مليك النحل. يجيونا نساء يحبوا على حاجات متاع وجه، حاجات متاع الشعر، يحبوا حاجة طبيعية كيما الباروخ، كيما طفل الأخضر طبيعي، نزيدوا شويه ماء ورد ونعملوا به ماسك. هذوما حاجات طبيعيين وقاعدين من قبل جدودنا يعملوا فيهم، والتوا مازالوا حاجه افيكاس. فما زيوت نتاع شعرك الخام، يبدا زيت معصور على البارد موجود عندنا، كيما زيت الكليل راهو طياره للشعر، زيت القرنفل، زيت الخروع، زيت الصبار، هذوما مكملات غذائيه ما يعوضش الطبيب مستحيل. فما حاجات خفيفه، حاجات بسيطه تداوى بالعربي، وفما حاجات لازم تلتجئ للطبيب. انا واحد من الناس نمشي للطبيب معناها، ويرحم والدين اي طبيب واي انسان يجتهد ويخدم في خدمه باجتهاد ويبريو في العباد، راهو حاجه خارقه للعاده الحمد لله.